هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كي تمام يا احلى ناس. حبايبنا الكرام، جات لكم مقطع جديد يا حلوين. مقطعنا اليوم شباب، مثل ما انتم شايفين شباب تحديث، اوكي كل شيء موجود شباب. خلينا ندخل نشوف شباب. طبعا الوجه تغير شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا. قبل بس المقطع شباب، خلينا نوصل 10000 لايك. اوكي يا ستير، كثير متحمس، كثير متحمس شباب. ولا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. طبعا شباب التحديث يعني الان نزل، الان داخل شباب. اوبا وله، هاي شنو؟ شو هذا شباب؟ وبا طبعا شايف، حلبة ولا اوكي شباب. اهم انتم شايفين نزل سكن جديد، هذا ندخل نجيبه مباشره، هذا ندخل نجيبه شباب مباشره. اول شيء شباب نزل باللعبه نجيب السكن الجديد هذا. اوكي يا ستير، راح ندخل نشوف مع بعضنا شباب. شوف في شيء، ما في لوز اللوز. ليش عم تطول اللعبه؟ عم تطول ليش؟ ما عارف، غريبه اللعبه عم تطول شباب. اللعبه عم تطول، لسه ما لها مصحصحه شكلها. اللعبة شكلها ما لها مصحصحة يا اساطير. صحصحي بليز، يلا ها صحصحي. اوكي 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 اوكي، كل شيء عم نصح شباب. لسه عندنا تحديث جديد داخل شباب. اوكي خلينا ندخل نشوف الاول شيء السكين. اول سكين شباب طالع هون. طبعا شباب شايفين هون تغير في هذا لبس جديد. خياراي نظارة عبارة عن خيارة، وهذا عليه صابون. اوكي اوكي، وهذا اوكي اوكي تبعت الحمام. هذا طالع جديد من الحمام شباب. اوكي تعال خلينا نجيب ابو السكين هذا شباب يا اساطير. وينه؟ اوكي هذا حلو باللوز، باللوز اللوز شباب. اول شيء شباب نزل باللعبه لوز اللوز. اوكي شباب خلينا ندخل نركب السكين. طب يا شباب الشيء اللي فهمته بالتحديد باقي له، وقف باقي شيء، اعتقد باقي شيء، باقي الحذاء. اوكي نجيب الحذاء يا اساطير، خلينا نجيب الحذاء يا اساطير، ليتس جو. طب شوف والله السكين حلو كثير، فكاهي هذا السكين صراحه يعني. وين الحذاء؟ وين الحذاء يا زلمه؟ وين الحذاء يا ول؟ وين الحذاء يا ول؟ هاي طلع لفوق، ها ليك موجود، تعال. هاي نعمل هيك، هاي اوكي شباب، هاي اول شيء شباب، اول ما دخلنا شفنا هذا الشيء. اوكي يا اساطير، شيء ثاني شباب، الواجهه تغيرت. خلينا ندخل على محكمة الاعدادات. اوكي شباب، على حسب علمي شاب انه ضافوا رجعوا ال 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 البرمودا تبعت الجديده، تمام الجديده. اوكي يا اساطير، اوكي يا حبايبنا، اوكي يا اساطير. طبعا شباب بالنسبه للرومات الحمر، طبعا شباب في رومات حمر، اوكي طبعا هذه الموجودات كل شيء لوز اللوز. بس ولكن شباب ما اعرف مراد المرومات الحمر، ما اعرف من وين تجيبهم يا اساطير، لحد الان ما بنعرف هذا الشيء. راح نشوف جرب هيك ناخذ وحده هيك شيء روم. خلينا ناخذ نشتري كم رومات شباب. شباب حطك شباب، خلينا ندخل الشراكه شباب. والله مبلت من مشراء الرومات صدقوني. خلينا نعمل هيك، هي ما بدنا اياها. خلينا نشوف، ندخل نشوف شباب، نشوف الرومات كيف تغيروا. اوكي شباب هي الرومات لحالهم بينشروا، لحد الان يمكن الظاهر ما نزلوا. اوكي يا اساطير، طبعا هون شباب مثل ما انتم شايفين شباب بالنسبه للرومات، بالنسبه للرومات الصفر، اوكي رومات الصفر شباب نزلت، نقدر نلعب البرمودا الجديده، شيء كثير حلو. اوكي يا اساطير، ونفس الشيء بالنسبه للاشياء هون شباب، دول عاديات. اوكي لحد الان كل شيء كل شيء ما تغير بالنسبه للرومات الصفر شباب. بس ولكن الرومات الحمر شباب نقدر نظبط نعمل فيها اشياء اكثر واكثر حبايبنا يعني. اوكي يا حلوين، هلا خلينا نروح نشوف شباب. شفنا بالنسبه للرومات، خلينا ندخل نشوف الروك رويا شباب، شوف شو نزل شو ما نزل شباب. اوكي اوه نزل الويبن، ماي جاد، نزلوا هذا، نزلوا هذا الويبن رويال، ما تغير شيء منه شباب لحد الان. اوكي هذا وما في شيء تغير لحد الان. طبعا شباب الواجهه تغيرت، خلينا ندخل شباب مكان التدريب. سمعت انه في مكان نقدر بالنسبه لكلتش سكواد شباب نفس الشيء، نزلوا برمودا جديده لحد الان يعني. ما في شيء تغير، بس ضافوا رجعوا البرمودا اللي نزلوها فتره. اوكي اساطير، شيء ثاني خلينا ندخل على التدريب نشوف شو في شباب. نزل 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 اسلحه جديده شباب. اوكي اساطير خلينا ندخل على التدريب ونجربها. الاسلحه اللي اسمه كوردو ما اعرف شو اسمه، خلينا ندخل نشوف شو وضعه شباب. اوكي شباب شايفين محمد رمضان لسه موجود على الشاشه يا ستير، هذا هو الاسطوره. يلا السكين الجديد هذا هو، شيء حلو. خلينا ندخل نشوف السلاح اللي تغير. طبعا شباب سمعت انه هذا هو هذا السلاح، خلينا نشوف شو وضع هالسلاح شباب. اوكي سلاح 80 طلقه، هيد شوت 200 تقريبا، بيدمج 35، والله تمام لود، ويعني سلاح يعني سريع يعني. هذا هو كوردو، والله ما
نشمل شيء. خلينا شباب نشوف الأسلحة الثانية. شباب سمعت انه نزلوا السنايبر، انا هذا الشيء ما احب هذا الشيء. سمعت انه نزلوا السنايبر شباب، خلينا نشوف هذا. لا ما نزلوا، لا يا اخي رفعوه شباب. لا يا اخي 165 صار يضرب بالسنايبر هذا شباب. ويل ثواني نشوف هذا نحط له. طيب اوكي اوكي واخذ شوي. هذا كنا بنعمل وضع نعمله هذا نضرب شوي. اوكي خلينا نحط له، خلينا نشوف ال نحط له فول. اوكي نركب له لادم كل شيء. اوبا شباب انا شايف البي 40، خففوا له البي 40 هذا شباب. وات اوكي خلينا نجرب السنايبر. منوت مينين مينوت مين يضرب. اوكي يعني هذا هو يعني ما مشى له كثير من الاشياء. خلينا نشوف الدبل فيكتور شباب، وضع الدبل فيكتور. كمان يقولوا انه الفيكتور شباب. انا بحب اجرب حبايبنا، بتعرفوا كثير يعني. انا بحب ادخل اجرب. والله شباب الدبل فيكتور مرض شباب. هذا هو جاب انا الصراحه يعني شايف ما في شيء تغيرات شباب. خلينا نشوف شيء ثاني شباب. الاسلحه الثانيه اللي هي طبعا هون في كار الزيت اللي فيه اللعيبه والام بي كي. خلينا نشوف مثلا نجرب الاي كي شباب. نجرب الاي كي، خلينا نشوف هون شوف ينزل شباب. اوكي اي كي هون اسلحه لحد الان مثل ما هي شباب. سمعت كمان الشباب انه تغيروا بالاسلحه الشوت جان الماج. خلينا نشوف الماج هذا شباب نجربه. 6 ضربات 47 يعني عادي لحد الان شباب. ما بعرف اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو شايفين انتم. خلينا نشوف بس نجرب الاي كي شباب. نجرب الاي كي، خلينا نجرب الاي كي والسكار هيك نشوف وضعهم شباب كيف وضعهم. الاي كي هذا هو 30 يضرب، والسكار نفس الشيء هذا هو 70 90. شايف لحد الان شباب ما في شيء تغير يعني صار. اوكي خلينا نطلع شباب نشوف الساحه. خلينا نطلع نشوف الساحه هون شباب، نشوف شو تغير بالساحات يا اساتذه. غير شوف شو تغير بالساحه. ليتس جو. اوكي الساحه. اوكي هون لحد الان طبعا يعني انا مرات ما كثير دخلت على الساحات بس يعني صح نزلت الحلبه شباب، حلبه البوكس صح كنت عم دور عليها. صار في شيء اسمه حبله البوكس. انا اعمل هيك لانه ابلان فوي باسيتي. اوكي لازم نتصبر يعني. طب اطلع يا زلمه بليز بليز شباب بليز الله يخليكم شباب بليز. ممكن اشارك؟ بدي اشارك بليز خلوني اشارك. اوكي شباب الظاهر هون الظاهر الوضع. اوكي ما بده يشارك يا اخي، ما بدهم يشاركوا يا اخي. اوكي حباب مثل ما انتم شايفين شباب بتدخل على الحلبه هون وبتلعب بوكس. اوكي يلا كيفوا عليكم يومكم سعيد. خلينا نشوف يا شيخ. طبعا شباب التحديث يعني دائما بيكون اول تحديث يعني بيكون يعني كيف اقول لكم اول جزء من التحديث، ما اعرف اذا حصل شباب بيكون في اول جزء اول التحديث بعدين بيكملوا بالتحديث. اوكي شباب خلينا نشوف الشخصيات. اوكي حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب نحن الان دخلنا على الشخصيات يعني مكان نختار الشخصيات ونعدل فيهم وكل شيء وكل شيء وكل شيء. اوكي شباب خلينا نشوف الشخصيات شباب. انا هون كريستيانو. اوكي كريستيانو شاب هون الخفه عنده 15 والتهدي والمده. سمعت انه شباب انه عملوا تهديد على كريستيانو. اوكي اساطير صار الوقت يعني يعني كيف راح اشرح لكم. خلينا ندخل شباب ندخل مره ثانيه شباب نشوف كم راح يطول. بالعاده كان 30 دقيقة هيك شيء يعني بس راح ادخل شباب بحب اشوف مباشرة. فهمتوا علي كيف؟ بحب يعني بسمع بالاشياء اللي بتخل بس بحب ادخل اشوف اجرب واشوف اذا في. اوكي هذا هو. اوكي شباب مثل ما انتم شايفين شباب كريستيانو طول، لاحظتوا معي؟ طول كثير 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 شباب كثير طول. طبعا صح هالشيء شباب صح يعني كريستيانو صار لساته موجود بس ولكن خفوا منه الضرر مثلا ولا الاشياء كله خفوا منه وصار يعني استعماله صعب. كريستيانو باي باي. اوكي شباب خلينا نشوف الوك. خلينا نشوف الوك شباب. طبعا شباب بالنسبه لشخصيه محمد رمضان اوكي هي شباب شخصيه محمد رمضان عيون النسر. ايوه يا معلم شباب هي الشخصيه. خلينا نجرب الحصول. اوكي مش موجود شخصيه.
طبعا هون الشباب كل شيء موجود. خلينا ندخل الشباب شوفوا شوفوا شو هي حاسة تقطع بشكل عميق. اوكي شباب شخصية كريستيانو كريستيانو محمد رمضان شباب والله حلوة كثير. تقطع بشكل عميق يا زاد ضرب مع زيت المسافة حتى 5 اوكي شاب يعني شخصية يا زلمة كريستيانو محمد رمضان محمد رمضان شاب الشخصية يعني بتقوي الضرر بالاخر يعني حبايبنا مثل ما انتم شايفين. خلينا نشوف الشخصية الثانية اللي اسمها زينة حصول على 80 نقاط شخص صحة مؤقتا 40 زائد الضرر الذي يلحق بزيت درون جلو والدرون اوكي شخصية حلوة كمان من تشيك ليست. هنشوف ما نقدر نحصل عليها يا شباب بدنا شيء توفر هذا قريبا شباب عدنا يا شباب يعني التحديث يعني يعني جزء اول منه فهمتوا على كيف يعني وحلق في السماء محمد رمضان عن الفريسه لوز لوز معلم لوز اللوز طبعا شباب رح نصل عليه يعني عن طريق تجميع توكن شخص محمد رمضان طبعا بتقوي الضرر اوكي يا اساطير خلينا نرجع نشوف الوك هنالك انشاء هذا 5 دقائق لزيد من بسرعة حركة الراخد بنسبة 15% وسعادة 5 الصحة لمدة 10 ثواني طبعا الشباب ألوك ما تغير شيء منه بس يعني شفت فهمت بس يعني ما أعرف شو تبنوا بالتعليقات شباب لحدنا يا شباب في كتير من أشياء ما واضحة يا أساطير بس رح نشوفها شوي شوي مع بعض يا حلوين. وبالنسبة لشخصية محمد رمضان حبيبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب لما تدخلون على تقويم رمضان بيطلع لكم كل شيء شباب سجل لازم تدخلوا جواب بشكل يومي ونلعب ونستخدم التوكن للحصول على مارو اوكي مجانا ونجمع فيهم بعد المباراة يعني نحصل على التوكن شباب وبنستبدله تقريبا راح يكون متاح مثل ما انتم شايفين شباب 16 ابريل اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبنا من هون بنجمع اوكي يعني غدا ولا بعد غدا شباب بنقدر نجمع التوكن ونبلش ناخذ نحصل على شخصيه محمد رمضان شباب. طبعا شباب اول ما تنزل الشخصيه شباب راح ننزلها وننزلها ننزل لكم فيديو شباب نجربها مع بعض اوكي يا اساطير اول ما تنزل ونقدر نحصل عليها عن طريق التوكن يا اساطير. اوكي شباب بالنسبه للاشياء الثانيه شباب لحد الان شباب ما نزل اي حدث ثاني لاحداث اللوس وذوك اللي مش لحد الان موجوده يا اساطير اوكي شباب خلينا ندخل نشوف الساحه ندخل على الساحه المصنف ونشوف شو في جديد نزل شباب كمان بالساحه يا اساطير نشوف الساحه اللعيبه تغيرت ولا لا ليتس جو اوكي دخلنا يا حلوين دخلنا يا جميلين ليتس جو ولي طبعا شباب تغير هون الساحه التدريب مو ساحه التدريب لكن الساحه الساحه كلها تغيرت واو والله كبيره يا شباب كبيره كثير صارت حلو حتى هون مكان لنا شباب انا دخلت ال 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 خريطة باربودا شباب الجديدة شو عم بيصير هون؟ دخلت وحدة كلاسيك شباب ندخل نشوف خريطة باربودا شباب طبعا هون شباب يعني الساحة يا لطيف شايفين هون يا حبايبنا شيء واو عم بضرب بوكسات الشباب شيء غريب عجيب الساحة يعني شيء كثير حلو شباب باربودا الشديدة الجديدة عن جد يعني تعجبني كثير هالخريطة شباب خلينا ندخل شباب ندخل هيك نشوف الاوضاع باللعبه نشوف ليتس جو خلينا ننزل هون يا شباب طبعا شباب حاسس بشويه لاج ما اعرف اكتبوا لنا بالتعليقات اذا انتم كمان بتحسوا بهذا اللاج الخفيف طبعا شباب لحد الان انا شباب ما حملت الحزمات الاشياء هذول وين شفتوا اللي عم بشوف ولا لا او ماي جاد شباب شو فظيع هي يا شباب ان شاء الله عدلوا عليها شباب ما ترجع الجليتش اللي نزلت من فتره اوكي خلينا ندخل شباب نشوف اللعب بالهذا اوكي الماك هاي برو ابلع اوبا ووهو والله شو استوري شباب والله السكين هذا شباب فظيع السكين كمان السكين فظيع هي في واحد وراي ويل عليه هذا حجي طولي بالك معلم طولي بالك حجي طولي بالك هذا معلم هذا جاي بالبوكس شباب جايني بالبوكس مو عيب عليك اقسم بالله شباب يخرب بيتهم يا اخي داخل الكلاسيك يا زلمه حاسس عم بلعب جراند كيد شيء اسطوري والله بس طبعا شباب انك تبعب الخريطه هاي ان شاء الله يعني زبطوه بس حاسس شوي فيها لاج معلم هذا I am sorry bro
يا اخي هدول متحمسين الشباب، متحمسين الشباب، شباب التحديد. اوكي شباب، هي الخريطه يعني ما تغير شيء، شيء حلو اسطوري. اوكي هنا نحاول نطلع هيك ناخذ فسحه شباب على السريع، شو رايكم؟ ليتس جو. طير طير يا جميل، خلينا ناخذ فسحه شباب نشوف نتاكد هل يا ترى نزل شيء جديد بالخريطه ام لا. طبعا شباب يعني كثير من الاشياء راح نشوفها شوي شوي مع التحديث. اوكي خريطه اسطوريه شباب، يعني وسيعه وحلوه. اوه ليه في واحد هناك؟ هاي حجي، هاي معلم. ام سوري مريم، ام سوري. اي 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 طيب شباب شغلت كريستيانو من شوي ولحد الان شباب لحد الان ما يعني شوفوا عن جد صار عليه تعديل، لانه بالعاده الشباب ما بعرف اكتبوا لنا بالتعليقات شباب، هل يا ترى انا ما بعرف اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا انتم لاحظوا معي هذا الشيء ام لا. يعني حتى الان شباب مطول يعني عم يطول. اي طول بالك حجي، طول بالك معلم. خلينا نشوف شباب لاحظتوا معي يعني كريستيانو وضعك حرج معلم، وضعك حرج صدقني، وضعك حرج راحت عليه. هاي في واحد هون يا وال، يلا شباب نطلع نطلع، كفو عليهم. اوكي اساطير اعتقد حبيبنا هيك شفنا كل شيء والاشياء المهمه بالتحديث اللي نزل شباب. راح نشوف مع بعض الاشياء عن قريب مع بعض شباب. اوكي بالفيديوهات اللي جاي شباب نشوف شو الاشياء نزلت. طبعا شباب صار في تعديلات كثير على الاسلحه، كثير من الاسلحه شباب الاسلحه الفارماسيور صار عليهم تعديلات، منهم خففوها منهم طلعوها، بس انا شباب هذا الشيء راح نشوفه مع بعض شباب مع الوقت باللعب. اوكي يا اساطير هاي بتكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا الكرام. شيء مهم شباب ما قلته باول مقطع شباب، مبروك مبروك للشباب اللي ربح معنا ال1000 جوهره شباب. بالفيديو اللي فات شباب رح نعمل شباب يوميا سحب 1000 جوهره شباب، اكتبوا لنا بالتعليقات اكثر تعليق بيجيب لايكات نعمل السحب ونربحكم حبايبنا 1000 جوهره شباب ان شاء الله كل فيديو بشهر رمضان حبايبنا الكرام. اوكي يا اصدقائي بكون ده مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسونا بزر اللايك والشير وفعل الجرس احلى ناس، واكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا في اشياء لما شفتها اكتبوا لنا بالتعليقات خلينا نتناقش مع بعض حبايبنا الكرام. والسلامات ونشوفكم على خير، باي باي.